احنا ان شاء الله على العهد الباقون مستمرين في المسار اللي مشينا عليه. كنشكركم على تجديد الثقه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللقاء اللي حضرتوا معنا اليوم فيه هو كان الجمع العام العادي لجمعيه ارباب المقاوي والحلويات مدينه طنجه، واللي هي في نفس الوقت المكتب المحلي للفدرالية المغربيه للمخابز والحلويات. اللقاء تنعقد اليوم بعد مرور 4 سنوات من انتخاب اخر مكتب. كان اليوم كانت فرصه من اجل التواصل مع المهنيين، من اجل يعني سرد يعني الاكراهات والمشاكل اللي عاشتها العشر قطاع المده ديال الازمه وديال الجائحه، وكذلك ما يعاني هذه الايام هذه من ارتفاع مهول في المواد الاوليه، ما يعانيه من يعني من تداعيات الحرب الروسيه الاوكرانيه حول يعني القمح ومسائل التمويل ديالو، وعدم يعني يعني ضبط الاسعار اللي ولات كتعرف واحد المنحة تصاعدي كبير كيؤدي بدون شك بأرباب المخابز الى المزيد من الخسائر. علاش؟ لانه الاثمنه بقت مستقره وهناك واحد الضعف ديال القدره الشرائيه، لم يقدرش لصاحب المخبزه انه يزيد واحد الثمن لواحد القياس لم يقدرش يتحمله المستهلك والمواطن العادي، ولكن في المقابل هو كيعاني يعني ولو انها الحكومه كتقول بانها كتدعم يعني الدقيق من اجل يعني باش يستمر الثمن ديالو ما يفوتش 350 درهم كسقف، يعني هذاك الدعم كيبقى محصور وفقط خاص بالدقيق العادي اللي هو كيتسمى بالفورس، ولكن هناك انواع اخرى من الدقيق اللي كتستعمل المخابز اللي عرفات تضاعف مضاعفه ديال الاثمان ديالها. في السميد كانت ب 65 دراهم غير في غشت ديال 2021، واليوم وصلت 10 دراهم وفاتتها. الدقيق كامل انتقل من 5 دراهم ل 8 دراهم ونص، يعني الزبده النباتيه انطلقت من 165 درهم ووصلت الان 270 درهم، الزبده الحيوانيه منعدمه في السوق وكتوصل ل 95 درهم الكيلوغرام بعد ما كانت ما كتفوتش 50 درهم. هذه كلها بدون شك كتاثر على المردوديه ديال المخابز ولا هامش الربح ديالهم. زياده على ذلك كاين هناك المشكل الدائم والقائم باستمرار، وهو مشكل ديال القطاع العشوائي، القطاع غير المهيكل اللي اصبح كيستحوذ على اكثر من 50% من رقم المعاملات. هناك في نفس الوقت واحد الورش ملكي ديال التغطيه الصحيه للجميع، واللي كتحاول الفدراليه والجمعيه كمكتب محلي انها تنخرط فيه من طبيعه الحال في تنسيق مع الغرف، لا غرف الصناعه ولا غرف الصناعه التقليديه. من طبيعه الحال هناك اوراش مهمه قائمه ونحن نحاول ان نواكبها وننسق بالمهنيين ونؤدي دورنا في التوعيه ديال المهني، ولكن هناك اكراهات كبيره اللي كما قلت لكم، اكراهات ديال استحواذ القطاع العشوائي، اكراهات ديال الثمنه الصاروخيه اللي وصلت الثمنه اصبحت لا تطاق، وبالتالي كما قلت لكم حتى هاد يعني التغطيه الصحيه وادراج العمال كاملين، هذا كذلك كيكون واحد تكاليف زائده على ارباب المخابز، التكاليف الاجتماعيه ديال العمال. هناك التسعيره الطاقيه اللي وصلت لواحد، راه الناس اللي كيطيبوا بالمازوت كانوا كيطيبوا 7 دراهم لترو، دابا ولا كيطيبوا 15 درهم لترو، يعني الارتفاع في الماء والكهرباء يعني واحد الارتفاعات صاروخيه. المهني كيوجد نفسه بانه اصبح كيشتغل ولكن هامش الربح منعدم، معضله كبيره. نحاول كما قلت لكم من خلال التنسيق مع الوزارات والوصيه، ومن خلال يعني التنسيق مع الحكومه، من خلال البيانات ديالنا، هو اننا نتمنى يكون تفاعل حكومي من اجل انه نمشيو في هذا القطاع هذا عبر واحد المقاربه تشاركيه، واحد الحلول شموليه، لان المشكل القطاع كيعاني مشاكل بنيويه كتنطلق من التعاريف ومن الترسانه القانونيه الى وصولها الى ما وصلت اليه. فهذا الامر هذا خصو معالجه كما قلت لكم، معالجه شموليه وواحد المقاربه تشاركيه اللي شاركوا المهنيين ديال القطاع في الابراز ديالها وفي الاخراج ديالها للوجود.